السلام عليكم، معاكم الشيف نوف المري صاحبة ديزرت روز كافيه في متحف قطر الوطني. اليوم أنا جدا سعيدة أني راح أشارككم طبق المضروبة، وأتمنى الكل يستمتع بهالطبق. مثل الليمون الأسود وايد أستخدمه في أطباقي كثير، كثير من أسرار كل وصفاتي تعطي الطبق شوية حموضة ونكهة حلوة. وهني طبعا عندنا بهاراتي الخاصة اللي هي عبارة عن كزبرة وكمون وكاري ليف على الدجاج. هذه هي المضروبة جاهزة، وعلينا وعليكم بالعافية.